من الصعب انه نشخص المشاكل اللغويه عند اطفالنا، لانه بمعظم الحالات الاهل بيعتبروها مرحله طبيعيه بنمو اطفالهم. اليوم مع ضيفتنا رح نطرح موضوع المشاكل اللغويه او بالقليل البعض منها، ورح نستفيد من خبرتها حتى تعلمنا على بعض المؤشرات اللي ممكن تدل على هالمشاكل. برحب بكارين سالم، اهلا وسهلا فيك كارين. اهلا فيك كارين. حضرتك اورتوفونيست واختصاصيه بالعلاج اللغوي. هلا التلاميذ فرسوا قاعدين بالبيت، الاهل عم بيقضوا وقت اكثر مع اولادهم، يعني فرصه حتى يقدروا يلاحظوا هالاشارات اذا بدك اللي ممكن تدل على مشاكل لغويه. باي عمر ممكن تظهر هالمشاكل؟ المشاكل اللغوية ممكن تظهر بأي عمر، يعني في يكون الولد عمره سنة وما يكاغي ولا يعطي أي صوت مثل غير أولاد، ما يكون واعي على اللي حواليه. ممكن يكون عمره مثلا سنتين بعد ما بيقول ولا كلمة، عادة الولد على السنتين بيصير بجمل صغيرة بسيطة. ممكن يكون صار عمره 3 سنين وبعد ما بيحكي مثل غيره، يعني نعم. أي عمر ممكن خلينا نحدد شوي بأي عمر مفروض يبلش يحكي الولد. اوكي، اول مرحله اكيد بعمر صغير، يعني من سنه، من اول ما يخلق لعمر سنه لازم يبلش يتعرف على الاصوات المحيطه، على اهله، يعرف اللي حواليه شو عم بيصير. تحسي بلش يوعى، يعني الكلام عند الطفل بيبدا مع بكاغي هيدي بعمر الاشهر بلكي. مزبوط اكيد بيتجاوب مع الاهل، يعني الام اذا عم تكاغي لابنها ممكن او لبنتها ممكن هو يرجع يعطي نفس الاصوات. هلا اذا هون ما تجاوب معنا من خلال لهالشيء، ممكن نبلش نشك انه في مشكلة أو لازم ننطر؟ هون فينا ننطر شوي أكيد، إلا إذا في أي مشاكل سماعية دجا من عملها تخطيط وتأكد أنه ما بيسمع، لأنه الولد اللي ما بيسمع من أول ما يخلق ما بيسمع رح يبلشوا المشاكل معه. نعم. هالعمر صغير، أو أكيد إذا في أي هانديكاب. يعني عمر السنة شو مفروض يكون الولد؟ عمر السنة نورمالي من السنة للسنة ونص بده يبلش يحكي كلمات، يعني كلمات صغيرة، ماما بابا، يعيط للقريبين من نانا بوا، اشياء سمبل على قد عمره، وببلش يزيد المخزون اللغوي تبعه لعمر سنتين. سنتين بكون صار عنده كميه منيحه من الحكي، ممكن يركب فيها جمل صغيره. بعدنا هون مش كلمات، صار في ركب بين جمل. السنه والسنتين بزيد النمو اللغوي تبعه بطريقه انه يقدر يوصل على السنتين يركب جمل سمبل بسيطه، يعني كلمتين او ثلاثه. كلمتين او ثلاثه لو مش مضبوطه من الناحيه اللغويه، يعني كجرامر يعني، ولكن جملة بتدل على انه في تطور لغوي. مزبوط. هلا من السنتين لثلاث سنين كمان بزيد الحكي عنده، بصير بيتحسن بطريقة نوعية الكلمات ونوعية تركيب الجملة. ايمتى مفروض نزور او نستشير اختصاصي بالتأخر اللغوي؟ الاستشارة بتكون لما يحسوا الاهل بالقلق، يعني عادة انه القلق بيكون اذا الولد متأخر بالنسبة يا لاخواته يا لاصحابه بالجاردري او بالنيرسري او اصحابه بالمدرسة، بحسوا في اي خلل لازم يستشيروا. يعني ممكن ننطر لغاية سنتين او ثلاثة قبل ما نستشير اختصاصي؟ مثل ما كنت عم اقول قبل، انه اذا الولد طبيعي، نموه طبيعي، ما في اي مشاكل صحيه ولا مشاكل سمعيه، اكيد فينا ننطر لثلاث سنين، لانه اصلا العلاج ما ببلش قبل ثلاث سنين اذا بدنا نعالج الولد. بس اذا في اي مشاكل ثانيه مرتبطه باللغه كمان مع الموضوع اكيد بيستشيروا ابكر. يعني ممكن يكون في مشاكل اخرى بترافق هالتاخر باللغه؟ مزبوط ممكن يكون مشاكل نفسيه، مشاكل صحيه سمعيه، او مشاكل عقليه على الماكسيمم، يعني اذا بنروح للاقصى ممكن. من المشاكل اللغويه الاكثر شائعه هي التأتأة او الستاترينج. مزبوط. قد ايه موجوده هالحاله؟ موجوده منيح وكترانه كثير هالفتره، يعني عم يجوا يستشيرونا بمواضيع التأتأة اكثر بكثير من قبل اذا بنرجع لكم سنه. هلا اجمالا نحن بننظر لها بخفيه لانه بنشوف اوقات مهضومه او شوي مضحكه، ولكن مهضومه عند الصغار اذا. نعم. بتشوفي حدا كبير قدامك، الشخص بالفعل مش بيعاني. مقبوله. ايه مش مقبوله. باي عمر بتظهر هالحاله؟ بتظهر اي عمر اللي كان، بس اجمالا اصغر، يعني على العمر الصغير. يعني بتبين بالطفوله. بتبين بالطفوله، في ستاترنج بنسميه طبيعي ممكن يبين عند اي ولد ويروح لوحده. بين السنتين وثلاث سنين بكون الولد عم بنمي اللغه تبعه، بيتاثر فيها، يعني بصير بتاتي اوقات ما بيعرف شو بده يقول. يعني هون مش لازم نعطي الهم، هون ابدا ما نعطي الهم، هون لازم نعطي شويه وقت حتى نشوف اذا رح تبقى او لا. مزبوط. بس من عمر 3 سنين ونص وطلوع بتحسيه خلص الولد صارت بقلب شخصيته، صار صعب هو يظهر منه.
وإذا بدها تصير هالمشكلة اللغوية دائما بتنشأ عند الطفولة كارين؟ أو ممكن تصير على كبر؟ إجمالا تأتأ تبين عمر 20 سنة صعبة إلا إذا أوقات بنسمع إنه شخص تعرض لصدمة أو لحادث وفجأة صار يتأتي، هاي لها تفسير ممكن طبي أو ممكن علمي؟ ممكن إيه، لأنه بمرحلة بيكون شخصيته دقيقة أو ضعيفة وإجت معه حالة نفسية ما تقبلها، ممكن يتحول حكيه لتأتأ. شو الأسباب للتأتأة؟ الأسباب كتيرة، يعني في أوقات بيجي ولد بنسأل كذا سؤال للأهل ما بيعرفوا، يعني يلاقوا سبب واحد، ممكن يكون صدمة نفسية. هي مجموعة عوامل اللي هي أول نتيجة. شغلة إنه الولد عنده استعداد، الولد اللي ما عنده استعداد لو أي شيء. استعداد يعني بتكوينه البيولوجي. مزبوط مزبوط، عنده يعني في أولاد يمكن يصير حدهم انفجار وما يأثر عليهم، ويمكن في أولاد نقزة صغيرة يبلشوا يتأتوا. نعم. هلا الاسباب كثيره اذا بدنا نعد، يعني ممكن فكره ممكن تكون صدمه نفسيه، حدا تعرض الولد لاي اذى نفسي ما تقبله انقلب على الحكي عنده، ممكن يكون مرتبط باللانجوج، يعني الولد عم بينمي اللغه تبعه وصل لمرحله مش قادر يحكي قد اصحابه او قد خيه او قد اللي حواليه، وبده يعني يستعجل بالحكي يطور نموه عنده. مزبوط، ومش عم يعرف يلاقي جمله او كلماته بسرعه اللازمه ليركب جملته، كمان ببلش يتأتئ. وممكن في اسباب ثانيه عضويه بتتاثر بالعضلات بالتم. نعم. ممكن اشياء ثانيه ميديكال اكثر، يعني بمعظم الحالات كريم بنلاحظ انه الولد اللي عم بتأتئ وكانه عم يشعر بالخوف او بالقلق، يعني حاله قلق على طول، اكيد حاله قلق متواصله. يعني هالحاله شو بتولد عند الطفل من الناحيه النفسيه؟ اكيد اول شغله انه بخاف يحكي قدام الكل وبينزوي بصير عنده خجل، بصير بيتضايق من الناحيه السوشيال، يعني كل الحاله الاجتماعيه اللي نحن بنعيشها ببعد عنها، يعني حتى التليفون اي طلب بده يطلبه، في منهم ما تم يوصلوا بدهم يطلبوا تاكسي، بدهم يحكوا على الكلمه، اذا بدك بدهم يقولوا اسمهم بيوصلوا بيتراجعوا على الاسم. يعني قلنا حالة خوف وحالة قلق، وأكيد بترافقها حالة نفسية كمان مضبوطة إذا بدك. قد ايه لازم ننطر على الولد؟ انت اللي ممكن تكون مرحلة وبتعدي بعمر صغير بننطر، يعني بعمر سنتين، سنة ونص، سنة وثمان أشهر إذا الولد عم يحكي، سنتين ونص لثلاثة، ثلاثة ونص ماكسيموم، ثلاثة ونص وطلوع لازم يستشيروا الأهل الأورتوفونيست لتعطيهم. هي المشكلة أنه مش بس بالعلاج، يعني أهمية الاستشارة أنه الأهل يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا. نعم. مع الولد ممكن يعني تروح في متابعة على العلاج بالبيت مش بس عند الاختصاصي، أهم من الاختصاصي بحالة التأتأة، لأنه يعني إذا نحن بنشتغل الولد مع أهله مش الولد لوحده 100%، والأهل عندهم شغل أكتر منه بحالة التأتأة، لأنه التأتأة إذا أنا بعالج بيتحسن بالجلسة، بيروح على البيت الأهل بيقسوا عليه وما. نعم. بيعملوا مثل ما نحن بنقول لهم. هلا بنحكي بعد شوي عن النصائح. نعم. للاهل. شو العلاج المعتمد لحاله التأتأة؟ الولد عاده اذا عنده مشاكل نفسيه مرافقه بنحول عند بسيكولوج، كمان بيتعالج عند بسيكولوج للمشاكل النفسيه، واذا بس مرتبطه بالحكي، يعني بس هي تأتأة ومنه مأثر على نفسيته، بعده بعمر صغير بعد ما فات بموضوع النفسي، نعمل له علاج للغوي، هو علاج للايقاع، يعني الولد اللي بتأتئ بتروح الايقاع من جملته، الميوزك تبع الجمله بصير الكل كلمه بده يعيدها خمس مرات ست مرات، بتصير يعني مشربك الجمله، يعني ما في رابط بين الكلمات لي الف وجمله. هون بدنا نحدد عند التشخيص الفرق بين الارتكيوليشن والسبيتش واللانجوج، يعني اللفظ الكلام واللغه. مزبوط مزبوط. الاهل عاده باي من هالاشياء بتكون المشكله؟ هي مرتبطه بالكلام اكثر، يعني هو بيعرف يحكي جمل منيحه، بيلفظ الاحرف مزبوطين، هي مرتبطه بالكلام، طريقه تعبير يعني النطق عنده. مزبوط مزبوط. إذا بدنا نفصل أكثر تفاصيل عن اللفظ، اللفظ هي لفظ الأحرف، ممكن الولد يحكي كثير منيح مثل شخص كبير وعنده حرف واحد بيلدغ فيه أو حرفين مثلا. نعم. اللغة هي طريقة تعبير الجملة، الولد كيف بيركب جملته لتكون متناسقة مع الحكي الكبير، يعني كيف نحن بنحكي لغويا، كيف بنسق جمله وكلماته. والكلام هي نطق الكلمة كيف بيقولها، إذا الكلمة عم بيقولها ومتأتأ فيها هيدي صارت مرتبطة بالكلام. يعني بالإضافة للعلاج اللي بتلاقى عندكم بالكلينيك، في علاج ومتابعة بالبيت، وهون دور الأهل كتير كبير. أكيد شو أكيد. دور الأهل بهالحالة؟ أول شغلة بقولها للأهل أنه ما يقسى على الولد، لأنه بس نقسى على الولد نرجع لورا، نرجع لورا.
في كثير مواضيع مهمه لازم يعرفوها الاهل، انه ما يقولوا للولد مثلا عم اهلك طول بالك شوي شوي، هدول كلهم بيأذوه، مع انه هدفهم يريحوه 100%. هنا بفكروا عم بيزبطوا الموضوع، هو بس نلفت له نظره على الحكي بصير بيعرف حاله أكتر. انه بتأتئ وبخف اكثر وبيتضايق. شو لازم نعمل؟ نتجاهل الموضوع؟ مش نتجاهله بطريقه انه ما في شيء ابدا، لا، انه الولد عم يحكي بننطره للاخر للنقطه وين هو بيوقف، نرجع بنعيد الجمله وراه بالطريقه المضبوطه. علق على اول حرف بقولها للاخر جملته، بنرجع بنعيدها من ورا. بنطلب منه يكرر الجمله الى الى ان تزبط معه؟ لا، ممنوع التكرار. يعني نحن اللي بنكرر الجمله على امل انه نعطيه الموديل المضبوط. مضبوط، فوالا. وثاني شغله بقولها للاهل انه ما يستعجلوا على الولد، يعني مثلا بدي 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 وهن يقولوا الكلمه محله، لازم ينطروا الولد لهو يعبر بطريقته ليعرف انه الحكي هو قادر يقوله. نعم. مره على مره اذا نحن بنحكي عنه بضله بالتقطق وبضله يعني حس حاله هو اضعف من البقيه. قد ايه ممكن تمتد فتره العلاج؟ 3 أشهر، 6 أشهر، اوقات سنه، حسب قد ايه قوه التقطق، قد ايه في اشياء مرافقتها، يعني ممكن يعمل حركات بوجهه، ممكن يعمل اصوات مثل ويبلش الكلمات، مش بس تكون تقطقه لحاله، وحسب الولد قد ايه هو يعني تطوره بسرعه. هون كارين هدفنا شو بيكون؟ انه نتخلص من هالحاله كليا او نتحسن الى حد ما؟ كليا تقلك، ممكن يبقى شيء انه اذا رجع عمل شك بشي محل معين، صدمه نفسيه ترجع. او كثير عصب، ممكن يبين عنده شيء منا، بس ما يعني رجع لورا انه صار بتأتئ مثل ما قبل ما يجي للعلاج. هون بيكون بحاجه لعلاج جديد، بحاجه لمتابعه يعني اكثر، انه يعني نرجع مثل ريفيو، يعني نرجع ناكد على الموضوع. نعم. هل نسمع كثير انه المشاكل او التهابات بالاذن ممكن تاثر او ممكن تكون سبب لمشاكل لغويه؟ تاثر على السمع وبالتالي التعلم اللغوي. بالنسبه للاولاد بعمر صغير، يعني بالاخص من السنه لثلاث سنين، اذا الولد بيعمل اوتايتس اللي هو التهابات الاذن الوسطى، على طول الولد لما بيكون بهالمرحله بخف سمعه 30-40%، وبهالمرحله جمعتين او ثلاثه ليرجع يصح الجناية ما يعود في اي التهاب. هيدا المرحله بتكون وقف فيها بالنمو وبالسمع وبالانتباه، هيدا بتاثر على حكيه اكيد 100%. الولد لازم يتعالج بهالناحيه، يعني يا انتيبيوتيك يا علاج بالعمليه، بيحطوا له تيوبس اذا متكرر على طول على طول. ايه العلاقه بالستاترينج او الطقطقه؟ هيدا لا، مرتبطه اكثر بالنمو اللغه. نعم. يعني بتاثر على جمل الولد، ممكن يتاخر بالحكي، يتاخر بالنطق، بس ما يتأتئ، ما ضروري، مش مرتبطين ببعض. اذا ما عالجنا حاله الطقطقه على صغر، شو ممكن تكون النتيجه على كبر؟ بتزيد بتسيء؟ يعني بتصير اسوء هالحاله؟ أكيد 80% بدها تزيد، وبدها تضل موجودة بشخصيته للشخص. الإنسان ما رح يظهر منها لحاله. قليل جدا بيجوا بيقولوا لنا أنا وصغير كنت أقتئ وتحسنت، كتير قليلة. يعني بتجي أم بتجيب ابنها بتقولي أنا وصغيرة كنت هيك بس تحسنت لحالي، بس ممكن تكون أنه هدول حالات معدودة. الحالات العادية بتكون أكتر أنه بتضل عكبر وما بتتحسن. الوراثة لها علاقة بهالحالات؟ أكيد الوراثة حالة من الحالات اللي بتأثر على اللانجوج أكيد، والحالات الموجودة بالعيلة، يعني إذا الأهل بيلدغوا أو بتأتقوا، الولد بيتعلم منهم بصير بقلدهم. في حالة خاصة بلبنان، ازدواجية اللغات، ما في بيت بلبنان إلا ما بيحكوا فيه لغتين وثلاثة وأوقات أكثر. هاي مشكلة. هالشي كيف بيأثر على التطور اللغوي عند الطفل؟ هل هو شيء إيجابي أم سلبي؟ إيجابة وسلبة. الإيجابة منه أنه الولد اللي ما عنده استعداد لصعوبات أبداً بيتحسن، يعني بيتعلم عربي، فرنساوي، إنجليزي، لغة ثالثة رابعة يمكن. يعني إذا الأم بتحكي إنجليزي، الأب فرنسي، والخادمة ما بعرف في عدة أي لغة تبعيتها، مزبوط، ممكن يستوعب ويتعلم كل هاللغات إذا ما عنده أي استعداد لمشاكل لغوية. مزبوط، أكيد في يتعلم لحديت 7 لغات، يعني حديت أي قد ما بدك عدد لغات قبل 7 سنين. هيدول بتحس إنه دماغه مثل السبونج، يعني كتير بيمتص هاللغات بسهولة. بس أي ولد عنده استعداد للمشاكل اللغوية، هون بتوقع المشكلة، انه لازم نحصر اللغة بالبيت للغة واحدة، للولد بس يتخطى مشاكله اللغوية بننتقل على اي لغة تانية، بكون صار عنده الباز الاساس تبع اللغة بيقدر يتواصل فيها وننتقل على اي لغة تانية. بس لازم الاهل ينقوا واحدة من اللغات اللي موجودة.
أهم شيء نلجأ للاختصاصي بالوقت المناسب اللي هو حوالي عمر 3 سنين حتى مزبوط. نتفادى أي تطور للمشكلة. شكرا لك كارين سالم وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم ميرسي. Good morning ستيفاني. Good morning رولا. كيفك اليوم؟ كثير منيحة، أنت كيف؟ أنا منيحة، مشتاقة لك. وأنا بالأكثر. عانينا شيء نحن من مشكلة الطقطقة نحن وصغار مع أولادنا، أنا ما بتذكر. نو. ولا أنا ولا أنا. ولا مشكلة لغوية أو شيء، بالعكس أنا عانيت العكس، بيحكوا كثير، بدي ألاقي طريقة سكتهم. أنا لحديد هلا كنت عم سكته هلا بالسيارة. بدنا نشوفه لليوم، جاك واشتقنا له. الله راد. شي حلقة هيك. شي نهار بجيبه لأنه هلا باكونس. عنا شيء طيب؟ اليوم عنا كبة سمك مع طاجن، وكمان عنا مسابقة رمضان. السؤال هو ماذا تعني كلمة سبانة رمضان؟ يعني شو معنى كلمة سبانة رمضان؟ إذا بيعرفوا الجواب أكيد فيهم يجاوبوا على الفيسبوك بيج للإم تي في لايف أكيدة، وكمان رح ناخذ اتصالاتهم بفقرة كوكينج اليوم على 0444444. اللي حضر امبارح ضيفنا زياد عيتاني والأربعاء الماضي كمان بفقرة خاصة بشهر رمضان المبارك رح يعرف الجواب. يعرف الجواب، بتأمل يكونوا حضروا معنا، إذا لا انتوا وحاسكم نحن ناطرين اتصالاتكم وناطرين أولى فقرات. ولدان مايك ستيف. يلا.